أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساس، كان لبنة الأولى لجعل الاقتصاد نتاعنا اقتصاد تاع دولة ناشئة، دولة ان بيي ايمرجون بأتم المعنى. وأنا التزمت إن شاء الله نوصلوا لها، أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 يكون الدخل القومي نتاعنا ارتفع إلى 400 مليار دولار. دول أخذنا أشواط كبيرة في جعل الجزائر في السكة نتاعها التنموية، رغبة في تلبية حاجيات المواطن أولا، ثانيا لجعل الجزائر قوة اقتصادية، وهذه الرغبة نتاعنا. احنا ما نمشيش فقط بالنظرة هكا الواسعة، نمشي بالمؤشرات. اليوم كل المؤشرات تاعنا تدل، والمؤشرات التي هي معترف بها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي انها مؤشرات حقيقية. الشعب اصبح يميز بين الديماغوجية والواقع، بين الكذب والصح. والشيء اللي شفتوه وشافوه الإخوان والأخوات الصحفيين والمواطنين، باقي المواطنين الأخرين في الولايات اللي زرناها، الشعب راضي. الشعب صعب باش تنال الرضا نتاعو، صعب جدا، لأن مرت عليه تجارب نتاع سلبيات ونتاع كذا ونتاع كذا. اليوم بدا يأمن بالمستقبل نتاعو من خلال التنمية الشاملة نتاع الوطن إن شاء الله.